ملي كتمشي عند الطبيب ديالك كيخرج لك الدواء وتعطيك التعليمات، معلوم كتبعهم كيف ما قال لك باش تبرعياك. ايوا حتى في لوطوروت البلايك كيعطيونا التعليمات باش نتجنبوا حوادث السير ونبقاو حنا وغيرنا على خير، وبالخصوص في المقاطع اللي فيها الاشغال واجب علينا نحترموا البلايك، تحديد السرعه ومسافه الامان مع السياره اللي امامنا. مناطق الاشغال في لوطوروت كيتم الاشاره لها بلايك خاصه، ولسلامتنا وسلامه العمال عند اقترابنا من الاشغال الحيطه ضروريه، وما نخليوش حتى الاخر لحظه عاد الفراني ونبطل الطريق. للتذكير البلايك داروا باش نبقاو حنا وغيرنا على خير. الطرق السيارة بالمغرب، سلامتكم أولوياتنا المشتركة.